بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، نحمدك ربنا حمد الشاكرين، ونصلي ونسلم ونبارك على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مشاهدين الكرام، أسعد الله مساءكم في هذه الأمسية الطيبة المباركة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم. نطل عليكم في كل أسبوع من هذا المنبر، منبر الحقيقة الدولية، في هذا البرنامج لنخفف عنكم عناء هذا الأسبوع، عناء هذا التعب الطويل الذي نعانيه جميعا في منازل السائرين، مع شيخنا الشيخ الفاضل الشيخ عمر سلطان العياصر. مرحبا بكم شيخنا. مرحبا ومرحبا بك، حياكم الله. حيا الله شيخ، بارك فيك وحيا الله الأحبة المشاهدين. منازل السائرين تخفف عن القلوب بعض عناء هذه الدروب إن صح الكلام، لا شك، في هذه الدنيا. حياكم الله شيخنا. حياك شيخنا. بعد أن تكلمنا في الحلقات السابقة ونحن ما زلنا في منزلة اليقين، أو في سلسلة منازل اليقين في منازل السائرين، أو منزلة اليقين في منازل السائرين، تكلمنا عن الحجاج الإبراهيمي لعبادة الكواكب، وكيف أنه صلوات ربي وسلامه عليه أقام الحجة عليهم، واتضحت الحجة لنا وانتهت بنرفع درجات من نشاء. الحجة عندما أراه الله عز وجل الرؤية اليقين وبلغت حجته على قومه. وصلنا عند قوله تعالى واجعل لي لسان صدق في الآخرين لسيدنا إبراهيم لما دعا الله عز وجل، الصلاة الإبراهيمية، واجعل لي لسان صدق في الآخرين، واجعلني من ورثة جنة النعيم، واغفر لأبي إنه كان من الضالين، إلى آخر الآيات والصلاة الإبراهيمية. لو ننطلق من هذه الآيات. بارك الله فيك شيخنا، حفظكم الله. أحمد الله العظيم على جلائل آلائه ودقائق نعمائه، وأصلي وأسلم على سيد أنبيائه محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقه ودربه إلى يوم الدين. اللهم إني أسألك الإعانة على الإبانة، وأحمدك على ما علمت من البيان، وعلى ما ألهمت من التبيان. أما بعد، وأما قبل، فلله الأمر من قبل ومن بعد. واجعل لي لسان صدق في الآخرين، ذكرنا أن الله عز وجل استجاب لنبيه الخليل. فتجد في الصلاة الإبراهيمية كل مصل على وجه الأرض لابد من الصلاة الإبراهيمية. نعم صحيح. كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، كما باركت على إبراهيم، فجعل له لسان صدق في العالمين وفي الآخرين. طبعا ورد في الصحيح من حديث أبي هريرة، لأنه في آية الشعراء واجعلني من ورثتي جنة النعيم واغفر لأبي إنه كان من الضالين، إيش قال؟ ولا تخزني يوم يبعثون، ولا تخزني يوم يبعثون. هذه الآية يفسرها الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح من حديث أبي هريرة. أي آية؟ ولا تخزني يوم يبعثون. فأي خزي أعظم من الكفر؟ وأبوه كان كافرا حتى قالوا كان نحاتا للأصنام. الله. فورد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يلقى إبراهيم أباه آزر، هذا فيه دليل على أن اسمه آزر اسمه أبي، يعني توافقت السنة مع القرآن، والقرآن مع القرآن العظيم. يلقى إبراهيم أباه آزر عليه غبرة ترهقه قترة، أو عليه غبرة وقترة. طبعا بعض العلماء يقول الغبرة هي القترة، والصحيح التفريق. قال بعضهم هذا من باب التوكيد اللفظي، لكن الصحيح التفريق. قالوا حتى بعضهم يفرق، يقول الغبرة هو ما كان أسفل في الأرض، والقطرة ما ارتفع إلى السماء. وأصح الأقوال في تفسير هذه الآية عليه غبرة من الغبار ترهقها قطرة، وهو سواد مظلم كسوف في الوجه. لأن الكفر يحدث في الوجه السواد والكسوف وظلمة مدلهمة، هذا معنى الغبرة ترهقها قترة. فغبار يذهب صفاء الوجه مع سواد. لا، هذا المعنى، هذا من الكفر، هذا من 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 الكفر الذي خرج من نفسه على وجهه، خرج من قلبه على وجهه. إذن لقاه، يلقى إبراهيم أباه آزر عليه غبرة وقترة. فقال يا أبتاه ما أغناك، لما عصيتني؟ قال اليوم لا أعصيك، اليوم لا أعصيك، ولا تحين مندم ولا تحين مناص. قال اليوم
لا أعصيك. يا الله. فقال إبراهيم: ربي إنك وعدتني لا تخزني يوم يبعثون، وإن أبي الأبعد. إيش يقصد الأبعد؟ الكافر، وصفه بهذا الوصف لبعده عن رحمة الله. يا الله. وإن أبي الأبعد، ذكر كذا وكذا، وقلت وعدتني لا تخزني يوم يبعثون، فيقول الله: إني حرمت الجنة على الكافرين، إني حرمت الجنة. فقال يا إبراهيم، حديث صحيح البخاري، قال يا إبراهيم انظر إلى رجليك، فنظر وإذا بذيخ متلطخ بدمه ونتن ريحه. شو البذيخ؟ الذيخ بكسر الذال هو ذكر الضباع، مسخه الله عز وجل على صورة ضبع. مسخ من؟ مسخ آزر. يا الله. راح أعطيك الحكمة لماذا مسخ على هذه الصورة. يا الله. وإذا بذيخ متلطخ بدمه، أو متلطخ في رواية أخرى بنتن ريح. طبعا الذيخ هو ذكر الضباع، ولا يقال إلا لمن كان كثير الشعر، تعرف الشعر هذا الممتد على ظهر الضبع. ولذلك من أسمائه العرفاء جيئل. عرفاء جيئل. وسمي العرف عرفا أنه مرتفع، العرف لانتشاره وكثرته بين الناس، ظهوره. أيوة. ولذلك قال الشنفر في لاميته: ولي دونكم أهلون، سيد عملس، وأرقط زهلول، وعرفاء جيئل. يقصد الضبع. ولا يقال هذا ذكر الضباع يسمى بالذيخ. قال بذيخ متلطخ في نتن رائحته، فيؤخذ بقوائمه فيلقى بالنار. يقول العلماء: ما الحكمة أن الله مسخه على صورة ضبع؟ قال العلماء: الحكمة حتى ينفر نفس إبراهيم، لأن هذا أبوه، فمسخه بصورة الضبع حتى تنفر النفس، حيث إذا ألقي في النار لم يبقى على صورته الأولى فيتأذى إبراهيم. يا الله. هذا من باب إزاحة وإزالة شيء من النفس، لأنه لو رآه في النار على صورته ربما يتأذى، هذا أبوه، ولكن مسخه بصورة ضبع حتى تنفر النفس. شيخنا والله هذا يوم مخيف، هذا يوم عظيم. يعني إذا الله عز وجل يعني رفض أو يعني نقول إحنا رد شفاعة إبراهيم. نعم. لأبيه، لأنه إن الله ما أجابه إن الله حرم الجنة على الكافرين. والله إن يوم مرعب معناته. نعم. يعني فيؤخذ بقوائمه فيلقى. قال حتى يعني حتى ينفر النفس أن يرى صورة أبيه الحقيقية. يا الله. هذا المعنى. وقال بعضهم لأن المشرك والكافر خبيث الرائحة، خبيث المعتقد، فمسخه بصورة الضبع. لماذا كان الضبع من الحيوانات؟ من أجل تناسب مع خبث الرائحة. وقالوا لأن الضبع من أحمق الحيوانات، والكافر المشرك من أحمق البشر. وقالوا، وهذا معنى دقيق، أن الضبع يمشي على اعوجاج. صحيح. وهذا تجد في صورة الضبع. صحيح. دائما يمشي فيه ميل، يأخذ على ميل، يأخذ على ميل وعوجاج. صحيح. والكافر يمشي على اعوجاج في الحياة الدنيا. يا الله. لأنه يمشي على غير طريق، لأنه يمشي على غير طريق المستقيم. إذن هنا المعنى: ولا تخزني يوم يبعثون. سبحان الله. لذلك إبراهيم عليه السلام بعدما ألزم عبدة الكواكب وأفحمهم بالحجة البينة، هذه فيها فائدة إذا تذكر: وتلك حجتنا آتينا إبراهيم، قال نرفع درجات. ففهم أن من يتعلم فن المناظرة لنصرة الشريعة هذا فقد رفعت درجته. لأن بعض الناس ينظر إلى المناظرة أنها مذمومة، هناك جانب من المناظرة مذموم، وهناك جانب لا بد من تعلمه، حتى أن بعض العلماء قال بوجوبه. لذلك قالوا: فن المناظرة يتعلم لإحقاق الحق الله، وإبطال الباطل، ومعرفة أدلة الاستدلال، ليتميز الحق من المحال. الله. فحتى إذا اتضحت الحجة وقويت الحجة واتضحت المحجة في دفع تمويهات المبطلين، فقد خدمت الشريعة خدمة عظيمة.
سلام. وهذه والله كدمة عظيمة. أكيد. يقول الإمام أبو محمد بن حزم الأندلس الظاهر رحمه الله. رحمة الله عليه. يقول كلمة جميلة عن الحجاج وفائدته. يقول ولا غيظ أغيظ على الكفار والمبطلين من هتك أقوالهم بالحجة الصادعة. أشرح الكلام. يقول أشد غيظ على الكفار أن تقيم عليهم الحجة الصادعة. يقول قد تهزم العساكر الكبار والحجة الصحيحة لا تهزم. أكيد صحيح. فهي أنصر للحق، فهي أنصر للدين وأدعى للحق من السلاح الشاكي والأعداد الجمة. الله صدق والله. ذكره أظن في الإحكام. يقول هذا المعنى أنه تهزم عساكر وجنود مجندة ولكن لا تهزم حجة قوية واضحة صادعة صادقة قاهرة ظاهرة بينة نيرة. حتى قالوا المناظرة، قالوا إما أخذت من النظير، قالوا مناظرة لأنك تجلس مقابل آخر تناظره، وقيل من النظر بالبصيرة تنظر إلى الأدلة وتنظر للأدلة. قال ولذلك قالوا فرق بين نظر في ونظر إلى. إذا نظر إلى تكون رؤية الأبصار، الأبصار تعدية. نعم. وإذا بمعنى نظر في بمعنى الاعتبار. أحسنت. ودائما نقول فلان نظر في المسألة. ويسمى دائما العلماء النظار. وفي أنفسكم أفلا تبصرون. أيوة. فدائما فنظر نظرة في النجوم. في النجوم الاعتبار. هذا اعتبار، ولا هو كيف يبصر النجوم ويرى حقائقها. إذا نظر نظرة اعتبار، فنظر نقول نظر في المسألة. وسميت مناظرة بسبب أنك تنظر ببصيرتك وقوتك، وهي من الجهاد الكلامي البياني. الله. الجهاد جهادان، جهاد السنان جهاد البنان والبنان حتى نوافق القرآن. نعم. فاضربوا منه كل بنان، فاضربوا فوق واضربوا منه كل بنان. وجهاد البيان. الله. جهاد البنان وجهاد البيان. ولذلك قال عن القرآن وجاهدهم به جهادا كبيرا، أي بحججه، بحججه وبيناته، وبيناته وقواعده في هدم باطلهم. لذلك جاهدهم به. هذا من المناظرة الحقة من باب الجهاد البياني الكلامي في نصرة الشريعة. الله. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لحسان المؤيد، المؤيد بروح القدس، نعم، أهجهم وروح القدس معك. السلام. وهذا الشعر نوع من أنواع في خدمة الدين وفي خدمة الديانة. يقول حتى أن ابن تيمية رحمه الله يقول، هذا معنى جميل الشيخ الإسلام تيمية، يقول والجدال، طبعا الجدال يدخل في شيء من المناظرة، يقول والجدال قد يكون واجبا أو مستحبا. الجدال كقول الله عز وجل وجادلهم بالتي هي أحسن. أحسن قيده بالحسنة، بالحسنة والأحسن. قال قد يكون واجبا أو مستحبا وقد يكون محرما كالجدال في الحج. الله. فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. قال والجدال بغير علم والجدال بعد تبين الحق. الله. فلذلك العلماء فرق، قالوا ما الفرق بين الجدال والمراء؟ المراء بعد الحق، بعد ظهور الحق. الجدال قبل ظهور الحق، المراء بعد ظهور المراء الحق. بعد ظهور الحق. ويدخل فيه شيء من المكابرة أتكلم عنه بإذن الله. لذلك قال عليه الصلاة والسلام المراء في القرآن كفر، حديث صحيح، لأنه حق الحقيق وحق الحق. لا، يفسر بعض العلماء هذا معنى، بس لماذا المراء في القرآن كفر؟ أين الكفر في المراء؟ أنه بدك تجادل في شيء ظاهر حق. قال تضرب الآيات بالآيات. آيات. نعم، تضرب الآيات. قال بعضهم يفسره يقول يرتاب في الآيات المتشابهات يضربها ببعضها فيصل إلى الجحد فيقوده إلى الكفر، فسماه النبي كفرا بسبب بداية سببه وهو المراء. فلذلك قال المراء في القرآن كفر، يأتي بآيات متشابهات يضربها ببعضها. كما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما دخل على قوم يتجادلون في القدر، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا ذكر القدر فأمسكوا، يتجادلون في القدر،
فقال: فغضب النبي صلى الله عليه وسلم كأنما تفقأ في وجهه حب الرمان. يا الله، لعلك تصورت هذه الصورة، وجهه الأزهر الأنور، الشمس في وجهه ليست تغرب، عليه الصلاة والسلام، لصفائه ولنوره البهي الزهي عليه الصلاة والسلام، كأنما تفقأ في وجه حب الرمان. فقال عليه الصلاة والسلام: أتضربون الكتاب بعضه ببعض؟ بهذا هلك من كان قبلكم. إذن المراء في القرآن كفر على هذا المعنى. طبعا الجدال يدخل في المناظرة أكيد، والجدال بأخذ من جدلت الحبل، نستخدمها الجدائل التي تفعلها المرأة، مأخذ من جدلت الحبل أي فتلته وأحكمت فتله. ومنه الجدالة، تعرف ما هي الجدالة؟ وجه الأرض. يقول جدله إيش؟ ألقاه على الجدالة، أي على وجه الأرض. دائما نقول مثلا فلان مجدل الأبطال، تسمع بهذا اللفظ؟ مجدل ومجندل، مجندل ومجدل الأبطال، جميل. مجدل يعني يصرعهم على الجدالة، وهي الأرض. وهي وجه الأرض. وكأن أحد المتجادلين يفتل الآخر ويحكم فتله بجذبه لرأيه. الله، عرفت كيف الجديلة والجدالة وجدل الشيء أو جدل الحبل، ينهي الجدال بأن. لكن هناك فارق، المناظرة قد تذكر ابتداء وهي محمودة، لكن الأصل في الجدال أنه مذموم ويقيد بالأحسن. نعم، قالوا الأصل في الجدال، في الجدال أنه مذموم ويقيد بالأحسن، لكن يعكر عليه قول إبراهيم: يجادلنا في قوم لوط. وقال هنا الجدال بمعنى المناجاة والدعاء. الله، قالوا الأصل في الجدال أنه مذموم، لكن إذا مدح لابد من تقييده بالأحسن، كما قال الله في كتابه الحكيم: ادعو إلى سبيل ربك الحكمة بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. تحت هذه الآية فوائد كثيرة. أولا قال الحكمة ولم يقيدها، تلاحظ الموعظة قيدها بالحسنة، والجدال قيده بالأحسن، طيب لماذا أطلق الحكمة؟ قالوا لأن الحكمة دائما حسنة. الله، والحكمة أحسن الأقوال في تعريفها: فعل ما ينبغي على الوجه الذي ينبغي في الوقت الذي ينبغي، وهو وضع الشيء في موضعه الصحيح. شيخ، قبل أن تنتقل للموعظة، على لفظة الحكمة، استمعت للناس كثير يقول: ومن أوتي الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. هنا الحكمة المقصود في هذه الحكمة التي هذا منها، وقيل القرآن وقيل السنة. نعم، يعني يجوز يعني أن يستدل بها الإنسان. نعم، ويقول الحكمة هي الحكمة. نعم، الحكمة تطلق على القرآن. جميل، وتطلق على الفقه في القرآن، وتطلق على السنة. وقال بعضهم: سرعة الصواب بالجواب. جميل، يعني من أوتي علما لو قلنا له قد أوتي خيرا كثيرا، نعم، يدخل في هذا. نعم، يدخل في هذا. إذن الحكمة دائما حسنة. الحكمة دائما حسنة، وهي أن تفعل ما ينبغي في الوجه الذي على الوجه الذي ينبغي في الوقت الذي ينبغي. نعم، ودائما حسنة. لكن الموعظة قد تكون خشنة، وقد تكون حسنة، قد تكون خشنة أو تكون حسنة. نعم، لكن قيدها أن تكون حسنة، لكن هنا أريد شيء. لماذا خالف في نساق الآية، في نسق الآية، لم يقل ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة والجدال الحسن؟ تلاحظ أنه انتقل من الأسماء إلى الفعل، قال وجادلهم. لاحظت معي هذا المعنى؟ نعم نعم، انتقل يعني من الأسماء. خالف في نسق الآية، لماذا خالف في نسق الآية؟ هذا تحته سر. تحته سر. نعم، يقول العلماء عليهم رحمة الله، يقولون طريقة الحكمة والموعظة الحسنة هي الأسلوب الذي يبتدئ به الداعي إلى الله. الله، يعني أسلوبان فقط، ما هي؟ الأصل الحكمة والموعظة الحسنة. الأصل الحكمة والموعظة الحسنة. قال والمجادلة بالتي هي أحسن هي دعوة اضطرارية يلجأ إليها الداعي. الله، عند الجدال وعند الحدود. ولذلك تجد إيش؟ وجادلهم خالف في نسق الآية، لم يأتي على نسق واحد، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، ولم يقل بالجدال، إنما قال وجادلهم. فلذلك قالوا يلجأ إليه الداعي في مخاصمة ألد الخصام. جميل، الخصام الألد الخصم، لإفحامه
وإلزامه بالحجج، لأن غرض الجدال ما هو؟ ما هو غرض الجدال؟ الإلزام والإفحام. الله، لاحظنا المعنى. وكأنه قال ادعو إلى سبيل بالحكمة. هذه الأساليب تبتدئ بها ابتداء، انتهى لم يقتنعوا وبدأوا بالجدال وجادلهم بالجدال. وجادلهم بالتي هي انتقل. انتقل إلى جدالهم بالتي هي أحسن، ولم يقل بالتي هي أخشن، إنما هي بالتي هي أحسن. إذن يلجأ إليه الإنسان. كل ألفاظ القرآن تدل على الرحمة، لأنه ربما يعني تجادل من هو الألد الخصم. الألد نسمعها وهو ألد الخصام. تعرف من أخذت هذه اللفظة؟ لا. الألد أخذت من لديدي الوادي. لديدي؟ اللديدي جانباه. جميل. هذا الوادي له جانب وله جانب. نعم. هذا يسمى اللديد. اللديد هو جانب الوادي. قال وكأنه تأتيه من بحجة من هنا من جانب فيخرج لك من جانب آخر. جميل. تأتيه من جانب يخرج من جانب آخر. يخرج ويجادل 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 بغير حق أو بغير علم. فأخذت من لديدي الوادي، هذا المعنى الألد الخصم، هذا يستخدم معه الجدال. إذن تلاحظ تحصل لنا مفردات: المناظرة، المجادلة، المكابرة. جميل. وهذه حتى نفهمها لابد هنا تدخل بها النية والقصد. المناظرة هدفها إظهار الحق، إذا كان لإظهار الحق تسمى مناظرة. مناظرة وهي حسنة. نعم نعم. وإذا كانت لنصرة الرأي، لنصرة مذهب معين، هذا يسمى الجدال. الجدال، الجدال يكون لنصرة رأي. نعم، لنصرة رأي معين، نصرة مذهب، هذا يسمى جدال. الجدال. أما المكابرة هدفها الظهور، الرياء، هدفها الشهرة، التميز، إبراز المحاسن. سبحان الله، يمكن الجدال والمكابرة يأتياني بعد ظهور الحق. نعم، ولذلك كابر بمعنى تعاظم على الحق. الحق. الله. تكبر وكابر على الحق. وأنت تعلم وتعرف أن المكابر لا يسلم للحق لو شهدت عليه أعضاءه. مكابر يعني المكابرة منازعة في الحق بعد ظهوره. يعني لو قلنا المناظرة لإظهار الحق، والمجادلة لنصرة الرأي أو نصرة. نعم. الهوى، والمكابرة تكون بكلمة موجزة منك. نعم. للتعاظم على الحق بعد ظهور الحق، رد الحق بعد ظهوره. بعد ظهوره. والمكابرة أن تتكبر وتكابر على الحق، المعنى المنازعة في الحق. نعم. يعني ينازع بعد أن أسفر الصبح لذي عينين، وليس يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل. يعني اتضح الحق ومع ذلك يجادل ويكابر. ومع ذلك يجادل ونقول يكابر. لذلك قالوا، يعني الشيء يذكر، قالوا إن الجدال الحسن قيده بالحسن له شروط، من شروطه أن تكون صاحب علم. ولذلك ذكروا، يقال عن الشافعي قال: ما جادلت عالما إلا غلبت، وما جادلت جاهلا إلا غلبني. لابد من العلم، ولابد أن تكون صاحب قدم راسخة في العلم ونية صادقة، لأن الشافعي قال أيضا. ولذلك ماذا قال الشافعي رحمه الله؟ كان يقول: ما ناظرت أحدا على الغلبة، إنما على النصيحة. الله، كنت أتمنى أن يظهر الحق على لسانه. وكان يقول: ما ناظرت أحدا على الغلبة، نية صادقة يريد الحق، إنما ناظرت على النصيحة، ظهور الحق. الله. إذا لابد من العلم مع النية الصادقة. صادقة، كما قال بعضهم: نفس تضيء وهمة تتوقد. الله، نفس تضيء هذه النية الصالحة، وهمة تتوقد هذا العمل الصالح. الله. نية صالحة وعمل صالح. لذلك يقول الشاعر: تمنيت أن تمسي فقيها مناظرا بغير عناء والجنون فنون. يعني إذا أنت تريد أن تصبح فقيها مناظرا مناظرا مجادلا للحق من أجل إظهار الحق بغير عناء بغير تعب، فالجنون فنون. يعني هذا نوع من الجنون. الجنون، والجنون مش بس فقط ذهاب العقل، لن تبلغ، مستحيل. هذا بغير عناء، هذا نوع من أنواع الجنون. الفنون بمعنى الأنواع هنا، والجنون فنون. ذكروا عن الرجل أنه ذهب إلى أحد العلماء. نعم. وهو يدعي أنه يعلم الغيب. نعم. فقال لهذا العالم: ناظرني حتى يظهر الحق. قال: وأنا رجل أدعي علم الغيب.
فقال له هذا العالم وقد كان فطنا ذكيا لقفا ثقفا، نعم، فقال له لا أناظرك إلا بشرط. قال ما هو شرط، ما هو شرطك؟ قال تدعي علم الغيب ولا تعلم ما هو شرطي. انتهت المناظرة، انتهت المناظرة. الله. قال تدعي علم الغيب ولا تعلم شرطي، ولا تعلم شرطي. هذا يدل على فطنة، فطنة وذكاء. أيضا قالوا أن يلتزم الاحترام والتوقير والأدب. لذلك يقولون الخصم إذا ضعفت حجته على صوته، على صوته، مرتفع صوته، صحيح، إذا ضعفت حجته على صوته، على صوته، وأصبح يستهزئ. هذا بيسموه الانتقال عن نقطة البحث، يعني أنت تناقشه في العلم فينقلك إلى الصفات المذمومة، يبدأ ويقول صوته كذا ويقول لا كذا ويقول شكله كذا. لذلك ذكروا أن أبا زيد الدبوسي من علماء الأحناف رحمهم الله ناظر رجلا وهو يناظر، هذا يضحك ويقهق، هذا ليس من الأدب، يضحك ويقهق، فقال أبيات من الشعر، قال ما لي إذا ألزمته حجة قابلني بالضحك والقهقه، إذا كان ضحك المرء من فقهه فالضب في الصحراء ما أفقه. الله. إذا كان ضحك المرء من فقهه فالضب في الصحراء ما أفقه. فإذا كانت هذه المناظرة في نصرة الشريعة وفي إظهار الحق ما أحسنها في خدمة الدين، فهي من الجهاد البيان الكلام. لاحظ مناظرة ابن عباس للخوارج، بعثه علي لمناظرة الخوارج، رد منهم ألفان، نعم، في الجزاء، في رد ألفان، نعم. فتعاملوا معهم بجهاد البيان وجهاد البنان. الذي تولى جهاد البيان من هو؟ سيدنا ابن عباس، ابن عباس. والذي تولى جهاد البنان سيدنا علي، علي بن أبي طالب في معركة النهروان. جلس معهم فقال قوم يريد أن يشوش، قال هذا من قريش، هذا والله قال فيهم قوم خصمون لا تسمع له ولا تجا، هكذا أراد أن يشوش عليه، لكنه جلس وناظره، قال له لماذا، ماذا نقمتم على أصحاب رسول الله في قصة التحكيم؟ قالوا لأنه حكم الرجال في دين الله، والله يقول إن الحكم إلا لله، لله، إذن كفروا بذلك. لاحظ هذا الفهم السقيم، سبحان الله، وهذا الجهل في الدين. لذلك قالوا من أسباب التكفير، من أسباب تكفير الناس ما هو؟ الجهل في الدين، الجهل. قال كما قال بعضهم في عوائق الصوارف عن الحق، قال أولها الجهل بحال الدين، بحال الدين أهون به من صفة الأفين، مثله كفتنة الخوارج، مثلهم في ذلك كفتنة الخوارج. فالخوارج سببهم الجهل في الدين، أخذوا الآيات بظاهرها بغير رجوع إلى العلماء. فماذا قال ابن عباس؟ شبهتهم إن الحكم إلا لله، وعلي رضي الله عنه والصحابة قبلوا بهذا الحكم، إذن خالفوا أمر الله، إذن هم كفر. قبلوا بحكم الرجال، قبلوا بحكم الرجال، جميل. فماذا قال ابن عباس؟ انظر إلى الذكاء والزكاء والفطنة، نعم، والفهم. فقال له في مسألة قتل الصيد وهم حرم، نعم، في سورة المائدة، يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به هم قالوا إن الحكم إلا لله، يحكم به ذو عدل منكم. الله. فقال لهم أيهما أفضل، حكم الرجال في إصلاح ذات البين وفي حقن دماء المسلمين أم في ثمن أرنب؟ الله. إذا قتل المحرم لو أرنب، قال يقدر على صورته، إما يقدر بثمن أو يقدر بشيء يقدمه، يحكم به ثواء عدل منكم. إذا حكم الرجال في ثمن أرنب، فما بالكم بدماء المسلمين، فما بالك بدماء المسلمين. ذكاء، انتزاع، صموت إذا ما صمت زين أهله، فتاقوا أبكار الكلام المختم، أعلم الناس بكتابه، يعني فهمه يثقب الماس. الله. فهم يثقب الماس، هو ابن عباس. فانتبهوا للحجة، لاحظ المناظرة والحجة، نعم. ثم قال لهم قرأتم قول الله عز وجل
امرأة تخاصمت مع زوجها، فماذا شرع الله؟ فابعثوا حكما من أهلي وحكما من أهلي وحكما من أهلها. قال أيهما أفضل، تحكيم الرجال في حقن دماء المسلمين وإصلاح ذات بينهم أم في إرجاع امرأة؟ الله. فرجع منهم 2000. الله. كم رجع منهم؟ رجع منهم 2000. لاحظ المناظرة في خدمة الشريعة، تعلم هذه الفنون، فنون الجدال، لا أقول القتال، سبحان الله، فنون القتال والجدال في خدمة الدين من نصرة الشريعة. سبحان الله. يعني نعم. المناظرة ردت منهم 2000 رجل. نعم. وفي القتال تولى الباقي، يعني البنان والبيان. علي جاهدهم بالبنان، وابن عباس جاهدهم بالبيان. هذا دليل أن المناظرة من أعلى درجات الجهاد. نعم. أو بعد البنان. نعم. في خدمة الدين وفي نصرة الشريعة. يا الله. سبحان. نعم. الله. طب شيخنا، إحنا تكلمنا يمكن عن درجات اليقين، وصلنا. نعم. في اليقين في مع سيدنا إبراهيم. نعم. عليه الصلاة والسلام. لابد أن اليقين يتمثل في قصص أو قصص الأنبياء جميعا مع أقوامهم. نعم. فلو انتقلنا إلى، بل ربما إن الخيط الحريري. نعم. الذي ينظم مجادلة الأنبياء مع أقوامهم هو اليقين. الله الله، جميل. هو اليقين، يعني هم أصحاب دين وأصحاب يقين. طيب شيخنا، الآن هم قلت يرتبطون فيما بينهم أو فيما بينهم يرتبط فيما بينهم بخيط من حرير هو اليقين. هو اليقين. إذن فلا بد أن يتمثل اليقين وكلنا يستشعره في جدال سيدنا موسى. نعم. للسحرة لما ألقوا ساجدين، وبعد جدال ومرا فجأة ينتقلون من كفرة إلى عبدة. هذه الآيات، لاحظ أكثر قصة تكررت في القرآن يمكن قصة سيدنا موسى عليه السلام، وبطل القصص القرآن. نعم. احتلت مساحة واسعة شاسعة. لماذا؟ لماذا؟ لأن موسى رمز للداعية، وفرعون رمز لكل طاغية. وموسى رمز لكل داعية. كل داعية. فلا بد من أخذ الدلالات والعبر واخذ الإبر من هذه القصص. نحن نقص عليك أحسن القصص. والصحيح أنها ليست خاصة بسورة يوسف، معنى ذكرت في سورة يوسف. أكيد هي. قالوا نحن نقص عليك أحسن قصص، أي في القرآن الكريم. القرآن الكريم أكيد. نعم. لاحظ القصة طويلة، لكن كما قالوا اجتزوا منها ما يناسب المقام. نعم. في مسألة اليقين، أنهم لما تحصلوا على اليقين قالوا لفرعون اقضي ما أنت قال، ما أنت قال، افعل ما تشاء. لماذا؟ تحصلوا على اليقين. لأنهم تحصلوا على اليقين. لاحظ، أنت تعرف، الناس يعرفون قصة موسى مع فرعون. نعم. وأرسل في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار وساحر في آيات عليم. المهم جمع السحرة، اتفقوا على يوم الزينة. لماذا يوم الزينة؟ الناس مجموعون، يوم يتزينون فيه. وضحى، لماذا اختيار الضحى؟ تواجد الناس، وضوح الرؤية. وضوح الرؤية ما كانت في الليل. الله. أكيد. نعم. والقرآن هذه فائدة شيخ محمد، أنه إذا ذكر الزمن لابد من فائدة. الله. قال أن يحشر الناس ضحى. لماذا ضحى؟ حتى يروح تكون رؤية واضحة. لكن وجاءوا أباهم عشاء يبكون. لماذا قال عشاء؟ الله الله، جاءوا بكاؤهم فيه كذب. فالصدق صفحات تتلألأ على الوجه. الله. فلو جاءوا في النهار لعرف أن هذه الدموع كاذبة. فقال جاءوا أباهم عشاء يبكون، لأن في الظلمة أو شبه الظلمة تتخفى الحقائق. ما أجملها، سبحان الله. لأن الوجوه مرايا تريك أسرار البرايا. الله. الشاهد، أنا لا أريد أن أطيل في هذا المقام، لكن يوم الزينة. نعم. كان يوم عيد لهم. نعم. يحشر الناس ضحى. حتى المكان شو قال؟ سوى. إيش عن المكان سوى؟ يعني مستوى واضح لكل شيء. اجتمع الناس، اجتمع السحر. طبعا اختلفوا في عددهم، هذا يهم؟ لا أكيد لا. بعضهم قال 72 73، منهم من قال 12,000. لم يرد حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم بعددهم. المهم أنهم اجتمعوا، التقى موسى وهارون مع السحرة. قلة ظاهرها قلة، وفي الحقيقة كثرة. الله. لأن الله معهم. إنني معكما اسمع وراء. وبعث فرعون وأرسل في المدائن حاشرين من أناس تعلموا فنون السحر. ولعلك والأحبة من المشاهدين تصوروا هذا المشهد، مشهد الطاغية أتباعه، ومشهد الداعية موسى ومعه ربه الأعلى. الله. لاحظ هنا، تصورنا هذه الصورة، وهذا يبعث اليقين في النفوس.
فقالوا وقالوا يا موسى، من الذي قال؟ السحرة. وقالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى. قالوا طيب لماذا خيروا؟ هنا الشاهد. طيب لماذا خيروا؟ بعضهم يقول خيروا من باب مراعاة الأدب، لأنهم رأوا في وجهه من مخايل الخير والأخلاق. الله. لذلك بعضهم يقول إن الله هداهم بسبب أدبهم. الله. ولذلك قالوا لو كنت من أهل الأدب لوقعت على كنز من الذهب، لأن الأخلاق تأتي بكنوز الأرزاق. الله. بعضهم من العلماء بعضهم قال خيروه هذا من باب الأدب، وبعضهم قال لا، خيروه لإظهار الجلادة وأنهم غير آبهين وغير خائفين. مهتمين. عندما تقول لإنسان تصارعه أو تريد أن تتحدى آخر تقول أنا لا يهمني، أبدأ أنا أم تبدأ أنت؟ صحيح. قالوا هذا من باب المكابرة وهذا والله أعلم أقرب. أقرب. هذا من باب إظهار الجلادة والقوة وأنه غير آبه غير خائف. سبحان الله. إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى. طبعا قال موسى، إيش قال موسى؟ قال بل ألقوا. طيب لماذا؟ لماذا ألهم الله السحرة التخير؟ اسمع السر. لأن موسى لو ألقى ابتداء لتحولت الله. العصا إلى ثعبان فتفرق الناس، فما الفائدة؟ والدليل أن موسى لما ألقاها أول مرة سبحان الله فر خائفا لم يعقب، تهتز كأنها جان. شو قال؟ لا مدبر ولم يعقب. ولم يعقب. فلو ألقاها ابتداء لهرب الناس، فما فائدة الحجاج وما فائدة المناظرة؟ سبحان الله. وما فائدة هذه الآية؟ ولذلك لا يأتي الحق إلا بوجود باطل. نعم. فكان إلقاء الباطل، لما ألقوا الباطل جاء الحق، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. فلذلك بدأوا ألهم الله السحرة بالتخير. سبحان الله. ولذلك قال موسى بل ألقوا، وهذا من إظهار الجلادة. نعم. ليستفرغوا جهدهم وسعيهم في إلقاء الباطل فيأتي الحق فيدمغه فإذا هو زهق. الله. ولو ألقى العصا لفر الناس، تفر الناس، فما فائدة ظهور هذه الآية؟ بل ألقوا. فإذا، وكأن هنا إذا الفجائية. نعم. السحرة أتوا بحبالهم وعصيهم وعصيهم، ألقوا الحبال والعصي، فإذا هي ليش؟ فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم، يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. نقف هنا لابد. يخيل إليه، إلى من؟ إلى موسى. إلى موسى من سحرهم. من هنا سببية، أي بسبب سحرهم. تأتي من معانيها السببية، كما قال الله عز وجل مما خطيئاتهم أغرقوا، أي بسبب خطيئاتهم أغرقوا. يخيل إليه. وفي آية أخرى الأعراف أم الشعراء. نعم. وسحروا أعين الناس واسترهبوهم. إذن سحروا أعين الناس. وهنا تخيل، بهاتين الآيتين احتج المعتزلة أن السحر خيال وتخيل لا حقيقة له. هذا الذي ينتشر حتى الآن، أنه السحر لا حقيقة له. نعم. اتكأوا على هاتين الآيتين. الآية الأولى أين؟ يخيل إليه. إذن السحر خيال لا حقيقة له. وأيضا سحروا أعين الناس. إذن السحر لماذا كان؟ للأعين. كان للأعين والحقائق ثابتة. وهذا صحيح ابتداء، لأن الساحر لا يستطيع أن يقلب الأعيان. اتفقنا؟ نعم. يعني الساحر لا يأتي إلى الحجر يقلبه ذهب. مستحيل. لأن الذي يقدر على قلب الأعيان هو الله. الله. إنما هو يقلب ماذا يقلب؟ الأبصار. أو يقلب رؤيتك. نعم. هذا التخيل. يقول هذا صحيح، ولكن لو نظرتم إلى الآيات الأخرى فبان أن للسحر حقيقة وتأثير. نعم. إذن السحر منه تخيل ومنه تأثير. ومنه تأثير. والدليل على ذلك ما ذكره الله في قصة هاروت وماروت. نعم. ماذا قال؟ يفرقان به بين المرء وزوجه فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه
فأثبت أنه شيء موجود مؤثر مفرق. نعم. إذن له حقيقة؟ أكيد. إذن نعم، منه تخيل، منه تخيل ومنه لا يقلب الأعيان، ومنه تأثير. تأثير. وهنا أتى بالاسم الموصول، يعني فيتعلم في أي آية؟ فيتعلمون منهم الذي ما يفرقون، يعني الذي يفرقون. وأتى بالاسم الموصول يريد أن يبين أنه شيء موجود، سبحان الله، له تأثير، يفرقون به بين المرء بين المرء وزوجه. هذا السحر، السحر. إذن صحيح له حقيقة مؤثرة ويكون تخيل لا قلب للأعيان. نعم. وأيضا الآية المشهورة قل أعوذ رب الفلق، ماذا قال؟ شر النفاثات في العقد. طيب هل طلب الاستعاذة من شيء لا حقيقة له؟ حاش جل جلاله. لماذا طلب الاستعاذة من شر النفاثات في العقد؟ لأنه شيء موجود له تأثير. أيوة. لو لم تكن له حقيقة، ما فائدة طلب الاستعاذة؟ لو كان خيالا، ما الفائدة؟ ما الفائدة؟ فهمت؟ يا الله جميل. لاحظ هذا المعنى كيف دقيق. لذلك قل أعوذ برب الفلق، قال ومن شر النفاثات في العقد. والنفاثات إما النساء، حتى قالوا أن السحر في النساء أكثر، واقع. والدليل قال النفاثات. نعم. التأنيث اعتبرها بعضهم، ولم يقل النفاثين. نعم. لأن السحر في النساء أكثر. وبعضهم قال لا، على محذوف من شر الأنفس النفاثات، فيدخل فيها الذكور. جميل. يعني يدخل فيها الذكور ويدخل فيها النساء، وتأتي بالطرف شيء من المريض وتنفث بطلاسم كفري ليس هذا مجالها. نعم. إذن هنا له ماذا؟ يخيل إليه من سحرهم، يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، أنها تسعى. طبعا لا، بعضهم هنا قبل، يعني بعضهم هنا يذكر شيء شيخ محمد. نعم. يقول، تذكر هذا في كتب التفسير، يقول أنهم وضعوا الزئبق، لذلك تجد السحر يهتمون بأي مادة الزئبق. قال وضعوا الزئبق على الحبال والعصي، فألقيت، فمحر الشمس تحركت الحبال وتحركت العصي، وهذا غير صحيح، ربما هذا من الإسرائيليات. نعم. ولم يرد على ذلك دليل، إنما ماذا قال الله؟ يخيل لهم سحرها أنها تسعى، تسعى. تهى. لأنهم إيش؟ سحروا أعين الناس واسترهبوهم، سحروا أعين الناس واسترهبوهم، أدخلوا الرهبة في قلوبهم. وذكر النبي أن الله عز وجل ما قالوا جاءوا بسحر عظيم. نعم. لو كانت تخيل، يعني في شيء، في شيء. فهذا يعني الذي انتشر بالناس لا يوجد عليه دليل صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. فأوجس في نفسه خيفة موسى. والإيجاس هو عمل باطني، خاف موسى عليه السلام من باب الخوف التعودي لا التعبدي. أكيد. عشان خوف عادة. أكيد. الله لما خلق الناس يخافون من النار، يخافون من السبع، يخافون من الأفاعي. نعم. يخافون من الحيات. نعم. مهما بلغت من الشجاعة والقوة فأنت بشر تخاف. أكيد. قال هذا خوف الطبائع. الله. الخوف نوعين، الخوف التعودي، تعودي إيش العادة. العادة من الليل، من الظلمة، من الخوف التعبدي. الخوف إذا كان عبادة لغير الله هذا شرك. نعم. عندما نقول الخوف من الله، ماذا نقصد الخوف من الله؟ الخوف التعبدي. الخوف التعبدي. هل لو خفت من الأفعى وخفت من السبع، هل أنت تعتبر خفت من غير الله؟ لا، ولا عليك ذنب. فأوجس في نفسي خيفة موسى باب الطبيعة البشرية. نعم. التي تنفر من النار ومن الحريق ومن الأفاعي ومن كل شيء. نعم. فلذلك لما تسمع كلام العلماء كما قال بعضهم من خاف من غير الله ففي قلبه مرض، إيش المقصود الخوف؟ الخوف التعبدي. تعبدي. فأوجس في نفسه خيفة موسى. طبعا لماذا خاف ابتداء؟ أنه سحر وعيونه يخيل إليه من سحر وأفاعي كثيرة و... ولاحظ قال في نفسه، لماذا زيادة في نفسه؟ لم يظهر عليه. أحسنت. لم تظهر على ملامحه، أظهر التجلد أمام أعدائه. الله. ولذلك عندما تجلس أمام رجل بان عليه الارتباك والاضطراب والخوف تزداد عليه قوة، أدعى للهيمنة والسيطرة عليه. نعم. إنما كان الخوف فقط نفسي. في نفسه، ولم يظهر على ملامحه من باب الشجاعة والتجلد أمام الخصم. ولذلك قالوا ليس الشجاعة لا تخاف، الشجاعة أن تسيطر على مشاعرك عند الخوف. الخوف. الله.
كل إنسان لابد أن يخاف. مستحيل. الطبيعة البشرية. نعم. قالوا الشجاعة أن تسيطر على مشاعرك عند الخوف. ولذلك قالوا الشجاعة صبر ساعة. الله. من باب السيطرة على النفس والمشاعر. فماذا قال الله؟ من يعلم السر وأخفى. من يعلم السر وأخفى. قلنا لا تخف. قال لا تخف. الله. طيب لماذا؟ لماذا لا تخف؟ إنك أنت الأعلى. الله. تذكر قلنا أن إن تأتي من مسالك التعليل. إنك أنت الأعلى. نعم. إنك أنت الأعلى. لماذا لا تخف؟ لأنك أنت يعني الأعلى. لأنك أنت الأعلى. لماذا؟ لأنك مرتبط بالعلي الأعلى وهو الله. وكيف يخاف من كان مع الله؟ قال بعضهم إن الإنسان لا يخاف إذا كان له أب، فكيف لو كان له رب؟ الله الله. يعني لا تخف، ما العلة؟ إنك أنت الأعلى. وأنا أقول الأعلى سندا ومتنا وإرادة وإيمانا. أما السند فلا واسطة بين موسى وربه، فهو يسمع كلام ربه. الله. وأي سند أعلى من هذا السند؟ ليس هناك سند أعلى إسناد في الدنيا. شيخ نتحملنا بعد إذنك. نعم. معنا اتصال. أستاذ إبراهيم سعيفاء من الزرقاء، السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله وبركاته. محمد كيف حالك؟ حي الله حي الله حي الله فيك. سلامي حال إلى الشيخ أبو عاصم. سلمك الله، الحمد لله، حياك وبياك. حي الله يا أهل. أكرمك الله، الله يبارك في عمرك يا رب، الله يسلمك. سيدنا نفسي في سؤال، الله يخليك، في تفسير آية امبارح باقي احمد درس امبارح، الايه تقول كل نفس ذائقة الموت. هل الموت هل الموت له طعم؟ جميل، ربطها بذائقة. نعم. قال بعضهم من العلماء قال ذوق، لان المذاق يكون حلو ويكون مرا. فمذاق الموت للمؤمن تخرج الروح كما يخرج الماء من السقاء، فهو حلو جميل. الله. لأنه مع موعد جميل مع ربه. الله. وأما الكافر يخرج مرا كما ينزع كما ينزع الصوف من السفوت شوك، لن يكون علقما. الله. فسماه بالذوق لأن أذواق الناس تختلف. الله. نعم. سبحان الله. ذا وقد يكون مجازيا. نعم. لأنه فيه عذاب وفيه رحمة. نعم. بارك الله فيك شيخنا. نكمل. إنك أنت الأعلى، قلت سندا لأنه لا واسطة بين موسى وربي، فهو كليم الله. الله. ومتنا لأنه يأخذ من الله مباشرة، لأنه حظي بالتكليم فهو كليم الله. الله. وإرادة وقوة وإيمان وصلابة وجلادة. إنك أنت الأعلى لأنك من قبل الأعلى، والذي بعثك إلى فرعون الذي هو الأدنى هو الأعلى. والله جل جلاله. نعم. هو الله. لا تخف إنك أنت الأعلى. فماذا قال؟ وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا. الآن من العلو بدأ يفصل في العلو، من علو موسى أن ألق ما في يمينك، أن ألق ما في يمينك فسر في آيات الإلقاء ما هو العصا. نعم. طب لماذا هنا أبهمها؟ لماذا؟ قالوا من معاني البلاغية للإبهام التفخيم للشأن. الله. لأنك تخفي الشيء لعظمته. الله. فقال أخفاها تفخيما لشأنها. جميل. ولأنها ليست من جنس العصا المعهودة، فهي خارجة عن حدود أفراد الجنس، لأنها نبات فتتحول من المرحلة النباتية إلى المرحلة الحيوانية، هذه قدرة مطلقة. مطلقة. فذاك ما قال ألق، قال ألقي. نعم. ما في يمينك. يمينك تلقف ما صنع. ما صنع. حفص في قراءتنا تلقف بالتخفيف، وقرئ قرأ الجمهور تلقف على ماذا؟ على تشديد القاف. تلقف 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 بالتخفيف وتلقف وتلقف بالتشديد. تشديد. طبعا هنا مجزومة بالسكون أكيد. لماذا؟ ألقي في يمينك تلقف جواب الجواب الطلب. طلب. أحسنت. نعم. أحسنت. طيب قراءة الرفع كيف تخرج؟ استئناف جملة جديدة. أحسنت. نعم. تلقفوا. تلقفوا إذا قرأت بالرفع تكون استئناف في جملة جديدة. نعم. إذن ما هو التلقف ابتداء؟ التلقف هو الابتلاع والأخذ بسرعة. تلقف. لا. ولعلك تصورت. نعم. كيف حبالهم حية تسعى، وألقى موسى عصاه فإذا هي حية تسعى. طبعا وصف جاء صفته حية تسعى
كأنها جان، وكأنها جان ثعبان مبين. ثعبان مبين صحيح في الشعر. طيب هل هذا يتعارض؟ لا. طيب لا لماذا؟ حية تسعة فهمناها. طيب ما معنى الجان؟ رآها تتس كأنها جان. كثير الناس يظن الجان يعني الجن. نعم. طيب كيف يشبهه بالجان والجن لا يرى؟ الله صحيح. ولا بد من المشبه به أن يكون معلوما في ذهنك. نعم. أنا عندما أقول وجهك كالشمس، أنت تعرف ما هي، تعلم ما هي الشمس عندي وعندك. نعم. فشبهت للإيضاح. نعم. طيب كيف يقول كأنها جان؟ الجان هنا ليس الجن، الجان هو نوع من الحيات سريع الحركة. الله، الحية الصغيرة. ها. أو الحية سريعة الحركة. ولهذا ورد عن رسول الله أنه كان يتكلم في مسألة عن جنان البيوت، يعني الحيات التي تسكن في البيوت، جنان البيوت. نعم. إذن كأنها جان نوع من الحيات سريع الاهتزاز والاضطراب والحركة. طيب كيف نجمع؟ قبل الجمع. نعم. قبل أن نجمع بين الحية والثعبان. نعم. نأخذ الاتصال شيخ. نعم. عشان لأنه أنا بآخر الوقت تقريبا. نعم. بس سامع ياسر من جرش، السلام عليكم. السلام عليكم. حيا الله عليكم. السلام ورحمة السلام الله الله وبركاته. حيا الله يا أهلا فيك. حياك حياك. الصوت الصوت في في تقطيع. بارك الله فيك. أسأل الله أن يبارك فيك وفي ذويك. الحمد لله. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. هل الرزق يكون مثل حال الدنيا؟ يعني هل عند الله الآن يتنعمون؟ الجواب في الآية. نعم. عند ربك. عند ربهم. وما دام أنها حياة عندية فهي خاصة. خاصة لنا لا نعلم كيف الرزق. نعم. ولذلك يقول عند ربك مش عندك. الله. بل إذا كانت عندك فهي على قانونك البشري. نعم. ولكن أحياء عند ربهم على قانون الآخرة. يرزقون. يرزقون على الرزق الذي قال عند ربك. لا نعلم كيف. نعم. ولذا قالوا نحن نرزق بالدنيا بالسبب وعند الله بالمسبب وهو الله. الله جميل. نعم. وسط الصورة يمكن سيد بسام. جزاك الله خير يا شيخ عمر وبارك الله. بارك الله فيك. حفظكم الله. أكرمك الله. بارك الله فيك. جزاك الله خير. شيخنا يمكن في يمكن آخر دقيقتين معنا أو دقيقة ونصف. كيف نربط بين حية تسعة وثعبان مبين أو جان؟ وجان. والجان قلنا ما هو الجان؟ الحية السريعة. تهتز كأنها جان. طيب هي كيف ثعبان عظيم مبين وتهتز سريعا؟ قال ربما يتوهم الذهن أنه ثعبان عظيم والشيء إذا كثر ضعفت حركته. إذا ضعفت حركة إذا كثر جسمه كبر جسمه قلت حركته ضعفت حركة. نعم صحيح. فوصفها أنها ثعبان مبين وصف لجسمها وكأنها جان، وأراد أن يبين أنها سريعة الاهتزاز والاضطراب والحركة فقال كأنها جان. يا سلام. فلا تتوهم أنها إذا كبر حجمها قلت حركتها. الله. فهي حية تسعى ولم يقل تمشي، تسعى سريعة الحركة. والسعي نوع من المشي لكن أسرع. أسرع. نعم. إذا نودي للصلاة فاسعوا من يوم الجمعة فاسعوا. وعند الرزق قال فامشوا في مناكبها يأتيك رزقك. سبحان الله. الله. فهنا حية تسعى ثعبان عظيم في حجمه، ربما يتوهم الذهن الشيء إذا كبر حجمه قلت حركته، قال كأنها جان. الله. وهو ضرب من الحياة سريع الحركة والأفضل. الله دليل على سرعة الحركة هي تلقف أو تلقف ما يفكونهم وكانت أيوة. كثيرة أحسنت. فأسرعت أحسنت. في البال والتلقف والأخذ بسرعة. الله. والاهتلاع بسرعة. فمع ضخامة حجمها فإنها تلقفت ما أفكت. تلقف ما وقلنا التلقف هو الابتلاع والأخذ بسرعة. نعم. وأصله مأخوذ من لقف الشيء بمعنى أخذه بسرعة. جميل. ولذلك تقول العرف رجل اللقف. تعرف شو يعني اللقف؟ وكأنه يعني سريع أو ذكي لماح. شو بنقول إحنا بلقطها؟ بلقطها على الطاير. ها جميل. هذا مصطلح بلقطها على الطاير موجود عند العرب. يعني بلقطها بسرعة. لقف. إيش لقف؟ يعني يلقف لماح. لماح. كنت تقول حتف الكلمة الشروط. حتف الكلمة الشروط. جميل. وكأن الكلمة لها روح. وهو يقبض روحها. يقبض روحها. حتف الكلمة الشروط. جميل. إذا تلقف تلق. تصورت الصورة بسرعة الحركة ضخامة الحجم تلقف ما صنعوا. سبحان الله. ما صنعوا بماذا؟ بسحرهم. بسحرهم من باطل. تلقف ما صنعوا. إنما صنعوا كيد سحر. طبعا هنا لابد من الأوجه النحوية في هذا، يعني هنا الماء ليست كافة. نعم.
ولأنه هنا ما موصولة هي اسم إن. أين الخبر؟ كيدو. كيدو وليس كيدا. نعم. لأنه ابتداء عن اللسان يذهب إنما صنعوا كيد ساحر. لا. يا كيدو. حتى لا يكون إنه مفعول به لصنع. نعم. إنما صنعوا يعني إن الذي صنعوه كيدو ساحر. تكون الماء هون اسم إن. هنا. اسم كافة. إن وهي اسم موصول. موصول نعم. إن الذي وليست كافة. نعم نعم. كافة نعم. أنا كافة. إنما صنعوا كيدو سحر القرآن. كيد سحر وهذا صحيح. نعم. لا يختلف مع كيد ساحر. ساحر إنما كيد سحر يعني كيد ذي سحر كيد صاحب سحر ولا يفلح معنا وقت أكيد ولا أنت قليل جدا ولا يفلح الساحر حيث أتى. الله أنا أقول أي مسحور أي إنسان يشعر في نفسه المس والسحر فليداوي نفسه بهذه الآية. هذه الآية من أشد النفوس من أشد الآيات على السحرة. لا يفلح الساحر حيث أتى. لا يفلح الساحر حيث أتى. وقال حيث أتى تكل المكان. فنفى جميع أنواع الفلاح عن الساحر وأكد التعميم بنفي المكان. جميل. حيث حل ارتحل دخل الساحر أراد عزا جاها أراد أموالا. انتهى. لا يفلح يخرج من الدنيا فقيرا فقير غير وقير يموت حقيرا يموت صغيرا تكرهه الطباع تمجه الأسماع يذمه الصغير يذمه الكبير لا يفلح ولا يفلح الساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى حيث حل حيث ارتحل في كل زمان في كل مكان. نعم شيخنا انتهى الوقت. احنا انتهى الوقت معنا ولا يفلح الساحر حيث أتى ربما يعني يكون في كلام طويل وإحنا لم نصل إلى اليقين الذي حل على أو حل في قلوب السحرة. نأتي إليه بإذن الله في حلقة قادمة. بارك الله فيك شيخنا وجزاك الله خير وشكرا الله. لك وشكر موصول لكم أعزائي المشاهدين لكم مني أنا محمد العودي ومن شيخنا ومن فريق البرنامج أجمل تحية نلقاكم بإذن الله في الأسبوع القادم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.